بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من مجلتكم فيض الوطن. باسمك أغني وتغني السواقي وخيوط الطواقي وسلام التلاقي وفرح اللقاء. التحية لك وطني وتحية لكم مشاهدينا أينما كنتم. أكد دكتور جعفر حسن بادي وزير الدولة بوزارة الموارد المائية والكهرباء والري، المدير العام لوحدة تنفيذ السدود، على الدور الطليعي لاتحاد الصحفيين السودانيين في ترقية وتطوير العملية الصحفية بالبلاد. جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بوفد الاتحاد العام للصحفيين السودانيين برئاسة الأستاذ الصادق الرزاقي رئيس الاتحاد. واستعرض المدير العام للسدود مشروعات الوحدة في الفترة القادمة والمتمثلة في إكمال العمل في مشروع مجمع سدي أعالي عدبر وستيت وحصاد المياه وأطلس المياه، مشيرا لجاهزية الوحدة لاستضافة أنشطة الاتحاد بما يعزز علاقته مع المؤسسات الإعلامية والصحفية الخارجية. أي تركيز ليكم في هذا الجانب نحن مستعدين نساعدكم فيه، كادر صحفي مؤهل مدرب يمتلك ناصية المعرفة، وده طبعا طبالي معها انت عشان تسويها بتكون محتاج برضو تحسن ليه وضعه ومعيشته عشان نحن نخلي عندنا صحفي عزيز قادر انه يقول وقادر انه يتكلم من دون اي مؤثرات تكون اخرى يعني. وبنطمح لانه الصحافة السودانية او الاعلام السوداني عموما هو يتحدث من منطلقات المصلحة العامة، ما بعيدا عن اي اجندة. ده فهم لو قدرنا وصلناه لكل قادرنا انه احنا يعني انا اكون نازل في ضيافه وحده التنفيذ، لكن اذا في غلط اقول اكون كده يعني انا داير يعني المعلومه تكون مجرده خاليه من 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 من, من الاغراض، خاليه من الاهواء، المعلومه من مصدر. يعني كل ما نحن احسن الظن نحن حقيقه في وحده التنفيذ السدود كتاب مفتوح، مستعدين نحدد للناس كل الجهات اللي ممكن يتصلوا بها ياخذوا منها المعلومه الحقيقيه، ما دايرين زي ما قلت الناس يعني تحسن لنا صوره، لا دايرين الناس تقول الحقائق مجرد. نكرر زي ما قلت شكرنا وتقديرنا على الزياره، ونقول لكم احنا معاكم قلب وقالب، ونفتكر همنا حيكون معاكم في تنميه الصحه في السودان. نعتبره ما دام احنا شغالين في مجال التنميه نعتبر برضه احنا بالنسبه لنا التنميه للصحه في السوداني من تدريبه وتاهيله واي شيء اخر ممكن نقدمه برضه احنا ان شاء الله بنتولاه، لان هي برضه خدمه لكل أهل السودان إن شاء الله. من جانبه قدم الأستاذ الصادق الرزاقي التهنئة لمدير عام السدود بثقة السيد رئيس الجمهورية وتعيينه مديرا عاما للسدود، مؤكدا على أهمية قيام شراكة استراتيجية بين الاتحاد ووحدة تنفيذ السدود في إطار دعم مشروعات التنمية الجارية بالبلاد. خزان خشم القربة حاضر آخر في فضاء التنمية في بلادنا الحبيبة، ولسنوات مضت ظل حاضرا يؤدي دوره في إمداد المشروعات الخدمية والاجتماعية بالكهرباء ضمن إمداد الشبكة القومية. ولدى تطور تجربة الدولة لاحقا في تأمين إمداد التيار الكهربائي بإنشاء سد مروي وإعادة تأهيل سد الرصيرس، يتبقى خزان خشم القربة على خطى التطوير ومواصلة العطاء باكتمال مجمع سدي أعالي عدبر وستيت، والتي تمثل عمقا جديدا لخزان خشم القربة لمواصلة أداء دوره في التوليد المائي إلى جانب دعم التنمية الزراعية بالمنطقة. إطلالة على الخزان وبرامجه التشغيلية خاصة في فصل الخريف، حيث يكثر الإطماء في بحيرة الخزان وبواباته وجهود إزالتها المنتظمة في شهور محددة من كل عام حتى يتسنى انتظام خدمة إمداد التيار الكهربائي. ويظل الخزان نافذة أخرى للعطاء الممتد وسانحة نستعرض عبرها الجهود والخطى نحو استقرار وتنمية مستدامة. خزان خشم القربة يبتدي فيه الفيضان من بداية شهر يوليو ويستمر شهر أغسطس وسبتمبر. هسه كما نرى ان المياه عكره جدا في امام الخزان وهي محمله بالاطماء، وهذه الاطماء يتم بها تشغيل الخزان. تشغيل الخزان يتم على ازاله الاطماء، يعني التشغيل ذاته يتم على ازاله الاطماء. يعني في فتره الخريف يعني مجرد ما فتح الابواب في شهر يوليو
يتم النزول بمنسوب الأمام ب 11 متر فوق منسوب فوق المنسوب الملي، وذلك لتمرير المياه المحملة بالطمي، حيث يحمل نهر عطبرة كميات كبيرة من الطمي وهو ما يعادل 85 مليون طن سنويا، تأتي مع الفيضان من الهضبة الأثيوبية، ويتم تمريرها بواسطة الأبواب الرئيسية. وفي شهر أغسطس عندما ترتفع الإيرادات وتكون أعلى إيراد للنهر، وطبعا في الفترة من الفترة الثانية من شهر أغسطس من 10 لحد 20 أغسطس، يتم عملية غسيل الخزان، وهي إزالة الإطماء التي تترسب في قاع البحيرة، ويتم فتح الأبواب الرئيسية فتحها كاملة، وهي 10 من 10 أو 100% يعني فتحها كاملة، وبها يتم جرف الطمي من البحيرة. استعرض المجلس التشريعي لولاية القضارف موقف إنشاء محطة مياه المدينة، وذلك في الجلسة المخصصة لمناقشة موقف معالجة قضية مياه الشرب بالمدينة، والتي تعتبر موضوعا ملحا ومتجددا، خاصة إزاء ازدياد وتنامي الحاجة إلى خدمة مياه الشرب النقية. وفي السابق كانت المدينة تمد من محطة مياه الشوك القديمة، والآن وضمن إنشاء مجمع السدين والبحيرة التي تربطهما، أتيح أن تعالج هذه القضية بموارد مائية دائمة ومتجددة، تجري جهود إنشاء محطة مياه حديثة فيها. حاليا في جلسة مجلس ولاية القضارف التشريعي صباح هذا اليوم، كانت جلسة مهمة جدا، وبل أنها جلسة تاريخية، وذلك خصصت لمشروع مياه القضارف وهو ما يسمى بالحل الجذري. وفي هذه الجلسة نشاكرين لإخوانا في وحدة السدود بوزارة السدود والكهرباء قومية الأخ باش مهندس مصعب مختار، ومعه إدارة السدود في سدية عالي نهر عطبرة وسيتيت، مع الإخوة في إدارة مياه القضارف. كانت هذه الجلسة مستضاف فيها عدد من الإخوة المهتمين بأمر المياه في مدينة القضارف، ولعل الحمد لله قد تم تبشير الحضور جميعا بأن هذا المشروع قد بدأ فعلا، وذلك بعد أن زللت العقبات، وأهمها عقبة التمويل، اعتبار أن مياه القضارف مرتبطة تماما بتكلفة المشروع الكبير، مشروع سدية عالي نهر عطبر وسيتيت. وأوضح الأخ المقاول بأنه سيبدأ ولن يتوقف أبدا حتى يكمل هذا المشروع، وتكلفة المشروع 57 مليون دولار. ومبشر به الأخ مصعب بأن حكومة السودان وزارة المالية قد دفعت ما عليها من تكلفة، وبالتالي انطلق هذا العمل في المشروع في الحفريات، والآن هنالك تصنيع في الصين للأنابيب لكل المسافة المحددة بقدرها 75 كيلو من المأخذ في مياه القضارف حتى وصول المدينة. كذلك تم التنوير عن الشبكة الداخلية، وهي لازالت هناك أعمال تصميمية كبيرة جدا حيقوم بها. المدة المحددة وفق ما صرحه به الأخ مصعب الباشمهندس بأن 18 شهرا يكون يكتمل هذا المشروع تماما. هذا وقد تم التطرق إلى الجهود المبذولة لإنفاذ هذا المشروع، والذي يرتبط اكتماله بإنجاز مجمع السدين ووصول البحيرة إلى مناسيبها التخزينية المحددة. المشروع طبعا معلوم للجميع، مشروع قديم لكن جديد في تنفيذه، بيتكون من مأخذ للمياه في السد، جسم سدية على عطبر وسيتيت، وخط بينقل المويه من المأخذ لحد محطة المعالجة، هي برضو في منطقة السد، يعني تبعد قرابة الكيلومتر من جسم السد، وفي خط ناقل من محطة المعالجة لمحطة الضخ الأولى الثانية، بضخ المويه لارتفاع برضو عشان نوصل منطقة الرواجدة، وفي خط ثاني من المضخات لحد الخزانين، اللي هو الخزانين في خزان جديد مع خزان جبل الجيش. دي المكونات المشروع. بدأ يمكن التنفيذ من السنة الفاتت العام في يوليو 2014، اللي هو بعد استلام المقدم، وشرعت الوحدة مباشرة في التنفيذ، وكان الوقت خريف يعني
شهر 7 معروف خريف، والسنة الفاتت كان خريف ممتاز وجيد، فبدينا الأعمال في الخريف اللي هي أعمال مساحة وأعمال فحوصات جيوتقنية. لازم أعمال لازم تقوم بها في البداية على أساس تقدمها للمصمم عشان يصمم، ففي جزء منها طبعا بسبب الخريف يتأخر، واكتملت الأعمال دي كلها وتسلمت للمصمم. المصمم أكمل التصاميم الأولية كلها، اكتملت من جانب المصمم وهو شركة أو محط صيني. التصميم والتنفيذ هي مسؤولية المقاول اللي هو شركة سي دبليو اي الصينية، ونفس المقاول السد. الاستشاري شركة لامير العالمية، هي شركة ألمانية وهي استشاري السد أو السدين. ووحدة تنفيذ السدود نفس الجسم اللي بيشرف على التنفيذ في السدين، هو بيشرف على مياه القضارف. فالحمد لله يعني يمكن التوليفة دي ساعدت كثير في أنه قصرت الفترة الزمنية. وظلت الولاية ممثلة في أجهزتها التنفيذية والتشريعية على صلة بالموقف العام في المجمع وخطوات العمل في إنشاء محطة مياه الشربة. وتجيء هذه الخطوة تالية لمشروعات محطات المياه في المدن السكنية المخصصة لاستيعاب متأثري إنشاء مجمع السدين في كل من المنيرة وسيفاوة والهشابة، حيث استقرت تجربة الوحدة في إنشاء وإنفاذ مشروعات المياه. تشييد المحطة الجديدة باعتباره الحل الجذري لمياه مدينة القضارف، وبحمد الله اطمأننا كثيرا لقول الأخ المسؤول الباشمهندس مصعب مختار بأن العمل الفعلي بدأ في يوليو 2015، وبإذن الله تعالى تكتمل كل ترتيبات التشييد والإنشاء والتشغيل بعد 18 شهر تقريبا. أبشر الأهل الكرام ونسأل الله أن ربنا يعيننا لإدارة ما هو قائم الآن إلى أن يكتمل الحل الجذري بإذنه تعالى، وننعم جميعا بالمياه. إضافة نوعية لمخرجات مشروع مجمع السدين جهود ماضية وتجارب مشرقة تقود إلى حلول جذرية لمشكلات التنمية خاصة في مجال مياه الشرب. مشاهدينا بكم ومعكم تصفحنا هذا العدد من مجلتكم فيض الوطن. لمزيد من المتابعة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.dio.gov.sd. لكم خالص تحياتي وتحيات الفريق العامل. لا لقاء.